المؤتمر ده من الحاجات المهمة جدا لدعم الاقتصاد المصري تحت رعاية طبعا السيد المهندس طارق المراوي ومقام المهندسين، واحنا الحقيقة بنشكر النقابة لدعم المؤتمرات المهمة لدورها الكبير جدا في تطوير أو تحسين الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات فيه. الفانل اللي احنا هنتكلم فيها النهارده زي ما احنا قلنا هي ازاي الاقتصاد المصري ممكن يتاثر بالنقل الذكي او النقل الرقمي، وايه هو النقل الرقمي وازاي بيأثر في الدول وازاي بيحسن الدول، لدرجه ان احنا شفنا دول في العالم بيزيد الناتج المحلي بتاعها من 1 إلى 2%، وده رقم كبير جدا من مجرد تطبيق خدمات النقل الرقمي في الدول دي. الحقيقه النقل الرقمي احنا شايفينه في حياتنا بتاع كل يوم، كل يوم بنصحى الصبح بنتعاون واحنا مش حاسين بالديجيتال ترانسبورتيشن، سواء من الابلكيشنز اللي ظهرت النهارده ان احنا بنستخدمها، سواء من شركات النقل اللي احنا بنشوفها، سواء من حجز المزايا اللي احنا بنشوفها، يمكن ليها كمان استخدامات اكثر جدا في الصناعه او في الاقتصاد، في الشحن وفي مجالات كتير. الحقيقه خليني الاول ارحب بالساده الحضور اللي هم كوكبه، يعني نتمنى ان شاء الله ان هي السيشن دي تكون اضافه تؤدي الى توصيات في الاخر تعود علينا جميعا على تاثير ان شاء الله للاقتصاد البلد. الاول احب طبعا ارحب بالنائبه مرسى محروس عضو مجلس النواب ووكيل لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، والنائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنه التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشيوخ، وسيد الاستاذ احمد زين رئيس مجلس اداره شركه الاليا المتقدمه ورئيس لجنه الطاقه النظيفه بالغرفه التجاريه بالقاهره، أخيرا وليس آخرا الدكتور إيهاب شلبي الرئيس التنفيذي لشركة دي كارب، هو لسه واصل معنا حالا هو جه دلوقتي. الحقيقة هنبدأ الحوار بإزاي إحنا النهاردة بنشوف مجالات حياتنا كتير جدا من الخدمات لسواء الدول اللي حوالينا عملتها أو اللي إحنا عايزين نعملها في بلدنا اللي تخص النقل الذكي. والخدمات دي ليها زي ما ليها متطلبات، النهارده الخدمات دي ما بقتش حاجه زي ما بيقولوا كده نايس تو هاف، بقت حاجه اساسيه في تطور الدول. يعني النهارده مثلا لو احنا ما طورناش الموانئ بتاعتنا علشان خدمات الشحن واللوجستيات ونقل البضائع تبقى تواكب التطور اللي حصل في العالم، فده بيأخرنا ان احنا نلحق الرد ده. فخلوني اسال الاول الاستاذ احمد زين، يعني ايه اللي هو شايف ازاي خدمات النقل الذكي مهمه في مصر في الفتره القادمه؟ اهلا بيكم الاول، وتشرفت طبعا يعني على بانل فيها قامات زي حضراتكم. باختصار شديد احنا يمكن شايفين ان دايما السيارات الكهربائيه بشكل عام يعني هي المستقبل، واعتقد انها السيارات الكهربائيه هي بارت يعني مرتبط بشكل كبير جدا بالديجيتاليزيشن او مرتبط بكتير بشكل كبير جدا بالتنقل الذكي. عندنا في مصر انا شايف انه سولوشن كبير جدا، ويمكن في بعض الشركات دلوقتي بتاعت يعني ستارت ابس بدات تاخد بالها من الموضوع ده، وشافت قد ايه لو بدانا يبقى عندنا كذا شركه بتشتغل رايد هيلينج، بتعمل بابليك ترانسبورتيشن بموبايل ابس وبالحاجات دي، هتكون سولوشن كويس قوي للناس من ناحيه السيفتي، من ناحيه التوفير للسائقين نفسهم، من ناحيه التوفير للمواطن نفسه ان الحاجات دي هتبقى تكلفتها اقل، فبالتالي اسعار الرحلات نفسها بتكون اقل. بتعتمد على البنيه التحتيه اللي اوريدي دلوقتي بدات تتطور في مصر بشكل كبير. فاعتقد ان احنا ودين الخمس سنين اللي جايين، ويمكن معانا في القاعه هنا احد الناس اللي عاملين مشروع للنقل الذكي،
واعتقد في كمان حد مشارك عامل نفس الفكره، عامل نقل ذكي لسيارات كهربائيه، واعتقد ان هو ده مستقبل التنقل الذكي خلال الخمس سنين الجايين. هنشوف اكتر من مشروع، و متهيألي ان ده الشيفت الطبيعي اللي هيحصل ودين الخمس سنين الجايه بالذات في مصر، لان احنا عندنا ميزه كويسه قوي ان الطرق عندنا مش هاي ويز، فبالتالي فيري افيشنت ان انت تقدر تستخدم العربيات دي في الرايد هيلينج يعني. شكرا لحضرتك جدا.